لقيتو محرات النجارة وجابو محرات الحديد. أهو حسين أخويا أهو حسين وبزي الصلع على محمد زيدو في صلاة. أهو حسين أخويا أهو حسين وولا تخمم يا بنادم ولا حيلة مع الله. أهو حسين أخويا أهو حسين وين يا صلي وصوم ورات الدنيا ما تدوم. أهو حسين أخويا أهو حسين وكون الدنيا تدوم دوم تشدد وبا. أهو حسين أخويا أهو حسين لاست الراجل تنخمم عرفوا المرادة كان. أهو حسين أخويا أهو حسين باع زريعة معاك ميحة وخلاته الباقي الله. أهو حسين أخويا أهو حسين ومرت المزلوطة تصوت وتمن سروال حارقة. أهو حسين أخويا أهو حسين يا بنت على ما في الدجاج جابو حمر ونقمطب. جوامع تم الطلبة مضاربين. أهو حسين أخويا أهو حسين يا بنت على ما في الجين زادوا ميتين في الطحين. أهو حسين أخويا منصاري رئيس عبيدة رما ولد عطوش من مدينة وطزم. لنا كامل الشرف باش نحضروا لهذا العمل الاجتماعي الخيري اللي نظمته هذه الجمعية وأن تنشوفوا أن وتنطلبوا من جميع الجمعيات الخيرية اللي تدير هذه الأعمال وحنا رهنا الإشارة ديالهم باش وتنتسنوا منهم يعيطوا علينا باش نكونوا معهم في الاعمال الخيريه وان هذه الجمعيات الخيريه راهم ولاو قلال وتنطلبوا منهم باش يتفاعلوا مع هذه الاعمال وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ جمال الزرعوني شيخ العيطه من مدينه اسفي. الوجود ديالنا هنا كنتواجدوا في مسرح محمد الخامس من اجل عمل خيري مساهمين في هذا العمل الخيري اللي هو الريع ديالو كيرجع للاطفال المرضى بمرض السرطان. وهاد الوليدات راه كنعتبروهم وليداتنا وكنشاركوهم في المحنه ونشاركوهم في الماساه كامله ديال المرض ديالهم. الله يشافيهم والله يعافيهم. وحنا رحنا هاد اللمسه اللي درنا راه ماشي شي حاجه انما هو حنا رحنا يعني نساهموا بس ساهمنا ما ساهمنا بولو من اجل هاد الاطفال اللي هما مراد بهاد المرض اللي هو خبيث. الله يجعل الله تبارك وتعالى يعافيهم. ومن هاد المنبر هذا تنشكر كل من ساهم في هاد العمل الخيري كل من شارك فيه من الفوق الى التحت يعني الناس ديال التلفزيون الناس ديال المسرح الناس الصحافه الجمهور اللي هو ساهم ماديا باش نتعاونوا مع هاد الفئه ديال هاد المعوزين اللي مراد بهاد المرض ديال السرطان. وشكرا. السلام عليكم. معكم فنان حميد الصغيني. كيحصل لي الشرف نكون متواجد في هذه السهره الجميله جدا مع تلام الفنانين اللي عندها واحد الهدف نبيل ومساهمه لجمعيه اصدقاء مستشفى الاطفال بالرباط اللي غتقوم بها بمواكبه مجموعه من الاطفال اللي معوزه ولا الاطفال اللي محتاجوا
المساعده الطبيه. وبالنسبه لي كفنان هو شرف لي كبير نكون من الحضور، ونتمنى النجاح ديال السهره والريع ديالها بطبيعه الحال اللي غيكون متوجه الى هذه الجمعيه اللي غتساعد الاطفال. وحميد السرغيني من الناس اللي عزيز عليهم هذه الاعمال، ماشي زعما افتخارا، ولكن حنا الفنانه كاع ديال المغرب الا كانت بحال هذه المبادرات كتساعد ولو بقس قليل، وهذا هو الهدف اللي خاص يكون الفنان كيعمل عليه، وحنا اللي خلى واحد الفنان في خدمه الشعب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.